أقضي حياتي هيك بين هالبراري بين هالهيك هيك مقضية. ما حدا رضي، يعني عمي ما رضي يستقبلني، أبي ما بعرف عنه أبداً أبداً أي شيء. على المدرسة بروح بس أحياناً ما بروح لأنه شو اسمه، يعني اليوم اللي ما بروح على المدرسة تاني يوم بدرس، بس أما اليوم اللي ما باكل تاني يوم ما على حسين. إيه بحصد هالولاد اللي عندهم أبهات أمهات يديروا بال عليهم، اللي عم يدرسوا واللي عم يلبسوا أحسن اللبس وكل شيء، بس أنا عاد ما قدرتي سبحان الله. عاد الحمد لله أني أنا هيك بصحتي وعافيتي الحمد لله. بروح بين هالمكبات الزبالة، بروح بلقة الأمينة حاسك شكلات، أو على البحرة روح بتسلى هنيك، كون داخل بروح بتسباح، تعلمت السباحة هنيك بروح بتسباح، يعني هي صايرة هي الحمام الشتاء والصيف تعودت عاد. بحرم أنا ترجع مثل ما قبل، ترجع سوريا مثل ما كانت قبل، وننسى الدمار وننسى الضرب وكل شيء، وإنه أرجع أنا أمي وأبي وأرجع أدرس أتعلم وعيش حياة وعيش مع رفقاتي تسلنوا وياهون هيك أتمنى.